حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من أن التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت ينذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص نتيجة تعطيل نظام البيانات الجمركية وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات. وطالبت النقابة المعنيين في المرفأ بضرورة وقف الرسوم الأرضية التي تدفعها الشركات بالدولار نقدا على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى إلى حين إعادة العمل إلى المرفأ. بعد موظفي المستشفيات وأعضاء نقابات المهن الحرة جاء دور مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تمتنع المصارف حاليا عن تسديد منحهم ورواتبهم نقدا. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسان حماني. نائب مساء الخير. مساء النور، يعطيك ألف عافية. شو صاير أزمة مع المصارف؟ ليه عم تحتجز وتمتنع عن تسديد الرواتب للمستخدمين نقدا؟ نحن بصراحة مش أول شهر نحن بنعاني من سحب رواتبنا من المصارف. نعم. نحن صرنا من أول الأزمة عم نعاني مع المصارف اللبنانية يلي عم تمتنع تعطينا معاشاتنا كاش، يلي بتعطينا يوم بالتقسيط. شهر بيعطوكي مليون مليون ونص بيقولوا لي كم الباقي على الفيزا، وشهر الثاني بيعطوكي مليونين ليرة حسب ما يكون في ضغط عليهم من الإدارة. نعم. وإذ نحن هلا زي ما بتعرفي نحن يمكن نحن اخذنا المنح المدرسيه واخذنا مساعده اجتماعيه وعندنا الشهر تكدس شويه مصاري على المصاريف يلي مثلا ما يعني مش اقل من 10 او 15 من او 20 مليون ليره. يلي حسيتها من بعض المصاريف انه هيدا مبلغ كثير كبير وما فينا نتحمله ونعطيهم نقدي للمستخدمين. في مصارف قالت كل يوم بتسحب 3 مليون لحد ال 10 مليون ليره، وفي مصارف قالت 15 مليون، كل المصرف تبع الدكانه على حسابه. امام هذا الواقع نحن ما عاد فينا كمان نقعد نتفرج يعني على هذا الموضوع. تواصلنا مع سعاده المدير العام يلي كمان نحن بنشكره من عبر من خلال في توجه انه اداره الضمان تعطيكم هالاموال جاوب دغري وراسل دغري جمعيه المصارف ورؤساء مجالس اداره البنوك. نعم. انه موظفين الضمان يقبضوا كل مستحقاتهم نقدا. بس في بعض المصارف تجاوبت وبعض الاخر ما تجاوب بهذا الموضوع. على امل يعني نائب انه تتحلحل ازمه مستخدمي الضمان قريبا. بالمبدا تحلحلت الامور بس مش كما يجب، يعني ما وصلنا للمبالغ الكامله اللي بدنا نقبضها، لان في بعمل بعض البنوك وصلت لحد 7 8 مليون ليره وقالت روحوا كملوا سحوباتكم اشتروا على الفيزا. اليوم انت ما بدك تدفع اشتراك الكهرباء ولا بدك تشتري من السوبر ماركت او بدك تشتري من بعد عم يخدرها. صحيح، وصلت الرسالة نائب. برافو. فمن كرمال هيك نحن اخذنا هذا الاجراء وان شاء الله بس ما نطلع. ها امل انه تلتزم كل المصارف يعني بتسديد رواتبكم. شكرا لك على هذه المداخله.